اهلا بيكم. فيديو النهارده ان شاء الله معانا منتج هنعمل له مراجعه. المنتج ده مهم جدا لاي حد بيعمل فيه الصيانه وبيستخدم كاويه اللحام بالقصدير والهوت اير. فيديو النهارده هنعمل مراجعه لمنتج وهو الباده السيليكون الحراري. الباده دي اداه من ضمن الادوات اللي بنستخدمها عند عمل الصيانه واستخدام كاويه اللحام والهوت اير. هنشوف كل امكانياتها ومميزاتها وعيوبها وسعرها ومكان الشراء كل ده، ولكن بعد الفاصل تابعونا. زي ما حضراتكم شايفين دي الباده السيليكون الحراري، بنستخدمها لما نكون شغالين بكويات اللحام بالقصدير او اي شغل في حراره عشان نحافظ على المكتب او الترابيزه اللي بتشتغل عليها. كمان بتساعدنا في تثبيت الشغل بتاعك، لان طبعا ماده السيليكون ماده غير قابله للانزلاق، فلما بيكون في اي معده زي كده مش سهل ان هي تتحرك على الباده غير ورق او خشب او اي نوع من الازاز او اي منتج اخر. فالسيليكون يتميز بيه التصاق الاجهزه والقطع اللي بتشتغل فيها بشكل مثالي عليه. ده اول نقطه. تاني نقطه، مقاوم للحراره، يعني انا معايا كاويه لحام ممكن نعليها على اعلى درجه، اقدر لو وقعت مني على الباده مفيش اي مشكله بالحراره المنبعثه من الكاويه او الحراره المباشره من سن الكاويه نفسه، مفيش اي مشكله في الحراره. كذلك لما تبقى شغال وبعض قطرات القصدير وقعت على المكتب بتاعك، فطبعا بتعمل احتراق لو خشبي او ممكن لو ازاز ممكن يتكسر منك او تبقى فيه بعض الاتساخات بيبقى صعب تنظيفها. ولكن السيليكون برضو من ضمن مميزاته ان هو ما بتلتصقش عليه اي اتساخات بسهولة، فطبعا نقدر لو في اي حاجة زي كده اهو قصدير هنقدر ننضفه ونشيله بسهولة جدا. اولا مش بيتأثر، ثانيا سهل التنظيف، بمجرد هتمشي اي حاجة زي كده هيتشال ومش هيترك اثر نهائي. فدي من ضمن مميزات البادة اللي معانا، نعم بتتأثرش بالحرارة. طبعا ده فلكس تقدر تنضفه بأي منديل كده أو أي حاجة. دي آثار الفلكس أهي مسحناها، وبالتالي سهولة تنظيف البادة. طبعا من ضمن مميزات البادة إن فيها أماكن هولدرز، دي تقدر تحتفظ بيه القطع اللي بتستخدمها بكثرة. مثلا لو بشتغل في مشروع معين ومحتاج بعض المكونات، فانا ممكن اجمع كل مكونات المشروع في مكان معين، او ممكن انا بستخدم في شغلي نوع من الترانزستورات بشكل كبير فاقدر احطها في البوكس دي واقفل عليها بالشكل ده، وبكده طبعا هيبقى سهل ان انا اوصل للمكونات بتاعتي. كمان ممكن مثلا بعض الليدات بشتغل في جهاز معين او بوردة معينة وشغلي بالليدات الزرقاء مثلا، هقدر اضع بعض الليدات بالشكل ده وبرضه يبقى سهل الوصول ليها. اذا البوكسات دي مخصصة لقطع مطلوبة في مشروع معين. كذلك لو عندك مسامير ممكن تضع بعض المسامير بالشكل ده، او كمان ممكن تضعها في مكان ممغنط مخصص للمسامير بالشكل ده. زمان كنا بنستخدم مغناطيس زي كده ونجمع عليه المسامير بالشكل ده، فطبعا ممكن المغناطيس ده يتحدف مننا في اي مكان فنقعد ندور ما نلاقيش المسامير كلها، فهنا بالشكل ده نقدر نحتفظ بالمسامير اللي بنفكها من الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين ما بتقعش. كمان في مكان تاني مخصص برضو ممغنط اهو، في مكان كمان تاني المكان ده برضو ممغنط. كل الاماكن دي ممغنطة ومخصصة للمسامير. برضو المكان ده يعني انا بفكر برضو لو هثبت البادة ومش هستخدمها في اكثر من مكان وهنقولها، ممكن اضع سفنجة تنظيف الكاوية هنا وازود مية. المكان ده مكان مناسب ليها بالظبط، مظبوط عليها.
ونزود ميه. طبعا السلك مش هيتاثر بالميه، و شايف ان المكان مناسب وتبقى سهل جدا تنظف الكاويه في المكان ده. كمان هنا الاماكن الكبيره دي لو بنفك بعض القطع من الاجهزه ممكن نضعها قدامنا هنا مثلا، بنفك وبعد كده نعمل فحص للقطع. الثقوب اللي موجوده هنا دي معموله هولدر للادوات الخفيفه اللي ممكن تستخدمها بالشكل ده. المكان ده بسمك كافي وصلابه كافيه ان يكون هولدر لبعض العدد الصغيره اللي زي كده اهو. كل العدد اللي بتستخدمها بكثره تقدر تخليها هولدر بالشكل ده وتقدر تستخدمها تسحبها بسهوله بعد كده. والاماكن دي طبعا سيليكون فما بتتاثرش ومش بتوسع مع الوقت. دي تعتبر كل مميزات واستخدامات الباده. هنيجي لاشكال البدات والخامات. الخامات زي ما عارفين السوق مليان خامات عاليه الجوده ومتوسطه ومنخفضه الجوده. النوع اللي معانا ده نوع رغم ان هو خفيف ودي ميزه مش عيب، ولكن مرونه عاليه جدا، يعني زي ما حضراتكم شايفين مرونه عاليه جدا في الخامه. ولكن شفت في الاسواق بعض الانواع بتكون اكثر سمكا من النوع ده ولكن الجوده منخفضه، يعني بحس ان خامه الربر خامه ناشفه شويه، ممكن مع الاستخدام والوقت والتعرض لدرجات الحراره تقطم مننا وتتقصف ومش هتستمر معاك مده طويله. اذا في خامات بتبدا من داخل مصر اثناء عرض الفيديو 2025، الاسعار بتبدا من 250 جنيه في الحجم ال 30 في 45، وده حجم متوسط ومناسب جدا لكل الاستخدامات. فال 30 45 مقاس انصح بيه الا اذا كان عندك استخدامات خاصه ومحتاج اكبر او اصغر من كده. فاللي معانا دي 30 في 45 والسعر بيبدا من 250 جنيه لحد 600 جنيه في السوق المصري. الخامات زي ما قلنا في خامات منخفضه في حدود ال 250 جنيه او 5 دولار، في حاجات متوسطه الجوده زي اللي جايبها دي ب 350 جنيه او في حدود ال 7 دولار. في كمان انواع بتكون ساده توفر لك مساحه اكبر للشغل ولكن عدد الاماكن والهولدرز بتكون اقل من كده. في كمان انواع بتكون ليها مخدات للايدين، يعني بتسند ايدك وانت شغال مده طويله، فاماكن بتسند ايدك عليها زي الباده بتاعت ماوس البي سي او ماوس الكمبيوتر. فدي اشكال بتقدر تختارها من خلال الموقع، الصور اللي بتكون معروضه للمنتج. فانا كان بالنسبه لي النوع ده افضل لان شغلي كله في الالكترونيات والحاجات الدقيقه، فمحتاج هولدرز كتير وفي نفس الوقت محتاج مكان او كادر مربع بالشكل ده. ده بيناسب التصوير اكتر، يعني لما اكون شغال في حاجه، يعني لما اكون شغال في شغل معين بقدر اظبط الكادر في المنتصف على الجزء المربع ده، فالنوع ده كان بيناسبني اكتر. فالشكل كل واحد بيختار الشكل المناسب ليه، والتصميم طبعا برضو تختار التصميم المناسب ليك. وانصح انك ما تشتريش الحاجات الرخيصه زياده، يعني ال 250 بلاش منها، ممكن نبدا من النوع اللي زي كده 350 او اعلى، لان العمر الافتراضي لما يكون طويل بتوفر فلوسك. اتمنى يكون منتج النهارده عجبكم، والناس اللي كانت محتاره ومحتاجه الباده دي ولكن متردده في اختيار نوع الباده المناسب واسعارها واماكن الشراء، انا مشتري الباده دي من شركه لامباترونكس، رابط شراء في تعليق مثبت وفي الوصف. اتمنى يكون فيديو النهارده فيديو مفيد، ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.